تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وهو سائق توك توك، صور لحظة نصبه سيطر وسط طريق عام مزدحم بالسيارات، وقال إنه توقف وسط الطريق من أجل البحث عن شخص ما قام بسرقته، ومن منطلق أخذ حقك بيدك أو بذراعك فعل ما فعل دون أن يتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات الأمنية المعنية لملاحقة الشخص المقصود الذي اتهمه بالسرقة. فمرت السيارات من جنبه والسائقين بداخلها يتساءلون عما يجري، لماذا يقطع سائق التوك توك الطريق بهذه الطريقة وبهذا الشكل وهو لا يمتلك الحق فيما يفعل. هاي حاليا نصب السيطرة، أني أنصب سيطرة بالشارع على مدلق القبض على شخص حاول سرقتي. حلو، هاي يلا روح روح. طب منا ويشانا سوى سيطرة دولة ماكو، يلا عيني روح فضلوا عيني سيطرة سيطرة أنا سيطرة يلا والله عدي تفتيش والله عيني روحوا ما مسوي شي روحوا روح روح روح. المتهم انه بنت سوى سيطرة وتلقى القبض عليه، هذا انت يمشي صراحة يمكن عنده شيء. وقف خفوف خفوف روح ما عندك شيء خاله روح 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 خاله روح روح. هاي السيطرة على مود على مود يشوفون الا عندك شغلة ولا عندك متهم تلقى القبض عليه انت تنصب سيطرة بنفسك. روح ما عندك شيء تروح روح روح. هاي هاي الدولة هاي الدولة شوف انت تنصب سيطرة وانت تلقى القبض على المتهم. عدد من الذين تابعوا هذا الفيديو أشاروا إلى أن الشاب قد يكون متعاطيا للمخدرات، وإن هذا الفعل قد لا يبدر من شخص سوي عادي. لا يمكن لأحد أن يقطع الطريق بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وعلى السلطات الأمنية التحقيق فيما جرى لوضع حد لمثل هكذا تصرفات فردية لا تليق بالمجتمع العراقي، وقد يتسبب بحالة من الهلع الذعر الخوف لدى الأطفال أو العوائل في ذلك الطريق الذي قطعه سائق التوك توك الذي لم يظهر وجهه في مقطع الفيديو. أما تعليقات وردود الأفعال حول سائق التوك توك الذي قطع الطريق باحثا عن شخص ما قال أن هذا الشخص سرقه ويريد استرجاع ما سرق منه بهذه الطريقة، فأصبح سيد نفسه، أصبح هو الدولة وهو القانون وهو الذي اتخذ القرار للبحث عن الشخص المطلوب بنفسه. التعليقات كانت كالتالي، ونبدأ من هذا التعليق الذي كتبه شاهين أو الشاهين. من تضرب كريستال الظهر وتصعد عندك الغيرة العراقية السيطرية والبيطرية بالليل. تعليق آخر من عبد الله، الأوادم أو الوادم تسودنت بسبب الكريستال والتعاطي، ناصب لك سيطرة بنص الشارع وبكيفك تخوف بالعالم، هذا بالله لو شايل سلاح بيده شلون والناس، ويجي واحد يقول أمان. نور الدين يقول في تعليقه، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا متخبل يا أخي، حتى لو أكو أحد سرقك أكو شرطة تقيم دعوة عليه وتفض الموضوع، واقف هالشكل شنو مو عيب؟ بس المفروض أكو شرطة آداب تشوف شغلها وياك. ثريا تقول في تعليقها، يجوز الولد صادق باللي سواه واللي يقوله، ليش دائما تسيئون الظن بالعالم؟ بلكت قلبه محروق وضايج لأن واحد باق منه شيء، شوية على كيفكم ويا العالم، ترى ما يصير هيك. حسام حسين، إنه السواق مصدقين ويخففون يمه ويوقفون ويقول لهم أنت امشي وأنت اطلع، وهو لو عاشوا اللحظة لو خافوا من عنده ليكون مسلح ويسوي سالفة ويا الناس اللي بالشارع خطيه. علي جبار، إن باق منك شي حقك أخي تدور عليه بنفسك وتريد تعرف وينه، هو حقك، بس ما توقف بنص الشارع وناصب سيطرة تضحك على روحك لو على العالم اللي بالطريق، لأن هذا الشيء ما يصير لا قانوناً ولا أخلاقاً.